من أمام مستشفى الشفاء في غزة ينضم إلينا مراسل حدث خضر الزعنون. أهلا ومرحبا بك معنا خضر. خضر، هل تنقل لنا الصورة بعد هذه التعليمات بالنزوح والمغادرة وأيضا الشكل الميداني بصورة عامة؟ نعم، يعني أولا في الوضع الميداني وخصوصا في المناطق الشمالية من قطاع غزة، استمرار عمليات القصف المدفعي على المناطق الشمالية وتحديدا على مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع، وهذه القذائف يعني طالت عددا من منازل المواطنين ما أدى إلى سقوط على الأقل 10 من الضحايا، إضافة أيضا إلى إصابة أعداد أخرى من المواطنين في تلك المناطق نتيجة هذا القصف المدفعي العنيف من قبل المدفعية والدبابات الإسرائيلية، خاصة في مخيم جبالي وأيضا في بلدة بيت لاهيا المجاورة، والتي طال القصف المدفعي عددا من المنازل في ظل أيضا الآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية من منطقة مربع جامع فلسطين في منطقة الرمال الشمالي. وبعد ذلك يعني عندما تراجعت الدبابات ذهب المواطنون، وكان هناك يعني مشاهد للدمار الكبير في تلك المنطقة، وأيضا هناك عدد من الضحايا الذين كانوا ملقون في الطرقات في ذلك المربع بعد أن انسحبت الطائرات الآليات العسكرية الإسرائيلية من هذا المكان، إضافة أيضا إلى حجم الدمار الكبير في المنازل، منازل المواطنين وأيضا في البنية التحتية وعدد من المؤسسات في تلك المنطقة. أيضا هذا يأتي في ظل استمرار عملية التوغل من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة حي النصر وأيضا حي الشيخ رضوان، وأيضا الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تراجع منطقة فلسطين تتمركز حاليا قرب مقبرة الشيخ رضوان، وأيضا تقوم هذه الآليات العسكرية بإطلاق قذائف أيضا صوب منازل المواطنين في تلك المنطقة، تزامنا أيضا مع المسيرات الإسرائيلية النار صوب المواطنين الذين يتحركون في تلك المناطق الشمالية من مدينة غزة. أما في المناطق الشرقية وتحديدا في حي الشجاعية وأقصى هذا الحي في المنطقة الشمالية، تعرضت يعني عدة منازل لغارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ترافق ذلك أيضا مع قصف بالمدفعية والدبابات الإسرائيلية. كل ذلك أيضا يأتي في ظل عملية النزوح القسري والتهجير القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وطلبه من المواطنين في مخيم البريج وأيضا المنطقة الوسطى من قطاع غزة كمنطقة المغراقة ومنطقة وادي غزة ومنطقة الزهراء. الجيش الإسرائيلي طلب من المواطنين بأن يعني يتركوا تلك المناطق ويتوجهوا إلى منطقة أو مدينة دير البلح في وسط القطاع، وسط أيضا استمرار عمليات القصف سواء بالمدفعية وهي مكثفة في المنطقة الشرقية من مخيم البريج وأيضا في وسط البريج. كل ذلك أيضا يترافق مع عملية قصف للجيش الإسرائيلي في منطقة دير البلح، والتي طالت أيضا على الأقل 2 من المنازل ما أدى إلى سقوط على الأقل 3 من المواطنين، سقطوا ضحايا في هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية. نعم. من أمام مستشفى الشفاء في غزة كنت معنا مراسل الحدث خضر الزعنون، شكرا جزيلا لك خضر.